بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل الخلائق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما يسر من هذا اللقاء المبارك في مساء هذا اليوم المبارك في الجمعة، كما أشكر لسعادة المحافظ، وأشكر أيضا للقائمين على الدعوة الذين نظموا هذا اللقاء، وأسأل الله للجميع التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. أما موضوع اللقاء أو الكلمة التي قبل الإجابة على أسئلة الحضور، فإنه كما سمعتم منهج الاستقامة والوسطية. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا أي عدولا خيارا، فالله سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة وجعلها أمة الوسط والاعتدال والخيار، لأجل أن يستشهدها على الخلائق يوم القيامة في أن الرسل بلغوا أممهم. فهذه الأمة تشهد للرسل السابقين أنهم بلغوا أممهم، ويشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مزكيا لها: ويكون الرسول شهيدا عليكم. ولهذا قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه أمة عظيمة، فهي وسط بين الأمم، بين جفاء اليهود وتشدد النصارى وغلو النصارى، فهي أمة وسط بين الغلو والجفاء، ودينها دين الاعتدال، ودينها دين السماحة واليسر من غير إفراط ولا تفريط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الوسطية والاعتدال، يذكر هذه الأمة بمنزلتها التي اختارها الله لها وهي الوسطية. وكذلك هذه الأمة لما حدث فيها التفرق
والاختلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، صار أهل السنة والجماعة وسطا بين الفرق المختلفة باقية على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سالكين المنهج الوسط الصراط المستقيم. ولهذا يدعون الله جل وعلا في كل ركعة من صلاتهم حينما يقرؤون سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم الوسط غير المغضوب عليهم، وهم اليهود ومن سار في منهجهم، ولا الضالين وهم النصارى ومن سار في منهجهم من أهل الضلال والبدع والمحدثات. فاليهود عندهم جفا، أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به فغضب الله عليهم ولعنهم. النصارى عندهم غلو وإفراط في نبيهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو هو الله كما يقولون، قبحهم الله. واليهود جفوا في حق المسيح عليه السلام وأمه، وكفروا به ونسبوا أمه إلى الفحش، فهم جفاة في حق نبي الله عيسى عليه السلام. والنصارى غلاة فيه، حيث رفعوه فوق منزلته التي أكرمه الله بها، وأنه عبد الله ورسوله ليس ابنا لله كما تزعمه النصارى. وكما ذكرنا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما افترقت الفرق من هذه الأمة، صار أهل السنة والجماعة باقين على الصراط المستقيم، لم يختلفوا عنه ولم يتشددوا فيه ويغلوا، ولم يتساهلوا ويجفوا، وإنما كانوا كما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الاعتدال والاستقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهم تمسكوا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا على ما تركهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. والله سبحانه وتعالى أوصانا، فقال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأهل السنة والجماعة مستمرون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عنه يمنة ولا يسرى، لأنهم يعلمون أنه هو الحق وأن ما عداه باطل، فهم لا يتركونه. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصاهم بهذه الوصية وهو يعلم عليه الصلاة والسلام بما علمه الله أن هذا الافتراق سيحصل وقد حصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وافترقت الأمة إلى فرق كثيرة كلها تدعي أنها على الحق وأن ما عداها على الباطل. والأمور ليست بالادعاء، وإنما الأمور بالحقيقة. فمن سار على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على الحق بلا شك، وأما من اختلف عما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على باطل. قد يكون هذا الباطل كبيرا وقد يكون صغيرا، إلا أنه كله يجمع أنه مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فمهما كثرت الفتن والانحرافات والاختلافات فإن الحق باق ولله الحمد. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تكفل بحفظ الكتاب والسنة ليرجع إليها من يريد الحق ويريد الهداية ويريد النجاة. الحمد لله أن الله لم يتركنا في متاهة، بل تركنا على جادة واضحة ومنهج قويم. يسير عليه إلى الله من يريد النجاة، فهذا من فضل الله، والله أمرنا بذلك بقوله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الاختلاف يحصل، سنة الله في خلقه
وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصحوب الذي لا ينطق عن الهوى أنه سيحصل اختلاف، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا وليس اختلافا يسيرا. ولكنه أوصانا عند ذلك أن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين من بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين اتبعوهم بإحسان يعني بإتقان، لأن كثير يدعون أنهم يتبعون المهاجرين والأنصار لكن قليل من يتبعهم بإحسان، والإحسان معناه الإتقان، وذلك إنما يتحقق إذا عرفنا منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم سرنا عليه. أما أن ندعي أننا من أتباع المهاجرين والأنصار ونحن نجهل ما هم عليه فإن مجرد الدعوة لا تكفي ولا تحقق غرضا، فلذلك كان لزاما علينا أن ندرس ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه من المهاجرين والأنصار ونسير عليه. ولهذا اعتنى علماء الأمة وأئمة هذه الأمة اعتنوا ببيان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبينوا هذا في كتب العقائد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي بأيدينا وموجودة ومتوفرة ولله الحمد، فيجب علينا أن نتدارسها في المدارس والمعاهد والكليات وفي المساجد، وأن نقررها ونشرحها ونبينها للناس حتى نكون من أتباع المهاجرين والأنصار بإحسان وليس بمجرد الدعوة. والاعتدال والوسطية تكون في العقيدة، تكون في العقيدة، فأهل السنة والجماعة وسط في أبواب العقيدة بين الفرق الضالة، فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين المعطلة وبين المشبهة، فيثبتون لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم وسط في أصحاب الكبائر من الذنوب التي دون الشرك بين مذهب الخوارج
ومذهب المرجئة. الخوارج يكفرون بالكبائر ولو كانت دون الشرك، يحكمون على مرتكب الكبيرة أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، نسأل الله العافية. بينما المرجئة على العكس يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فلا فالمعاصي عندهم لا تضر الإيمان ولا تنقصه. على النقيض من مذهب الخوارج أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا مرتكب الكبيرة التي دون الشرك مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فهو مؤمن ردا على الخوارج الذين يكفرونه، لكنه ناقص الإيمان ردا على المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تضر الإيمان. فكلا المذهبين باطل، والحق هو الوسط كما جاء في الكتاب والسنة. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في العبادة بين الغلاة المتشددين في العبادة وبين المضيعين للعبادة والمتساهلين فيها، بل هم يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم باعتدال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في العبادة والتشدد في العبادة حتى يشق الإنسان على نفسه ثم ينقطع ويترك العبادة، لأن الإنسان بشر ما يتحمل التشدد ولا يداوم عليه. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف المتشدد بأنه كالمنبت يعني منقطع في السهر، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. أما المعتدل فهذا يسير إلى الله برفق ويستمر على السير حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولما جاء رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الخير، جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون زوجاته رضي الله عنهم عن عبادته في بيوتهم لأجل أن يقتدوا به. فلما ذكرنا لهم عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى العبادة لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلذلك لم يكن على المستوى الذي يريدونه. اعتذروا للرسول لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، يصلي الليل كله. وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم ولا أفطر يعني طول حياتي. وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، يريد أن يتدخل ويتفرع للعبادة بزعمه. وقال الرابع أنا لا أكل اللحم، يريد أن يحمل نفسه على الخشونة وعلى حرمانها من الطيبات ومن باب الزهد والورع كما يزعم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بمقالة الأربعة
غضب صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأخفاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وبين لهم أنهم قد أخطأوا وأنهم اشتدوا على أنفسهم وأنهم غلوا وأفرطوا في العبادة. والله لا يرضى، الله لا يرضى بالتشدد ولا يرضى بالمشقة على النفوس، وإنما يرضى باليسر ورفع الحرج عن هذه الأمة. قال الله جل وعلا: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالدين وسط ولله الحمد، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، والدين بين الغالي والجاهل. فكما ننكر على المتشدد ننكر على المتساهل أيضا، ننكر على المتساهل في العبادة المضيع لها الذي يعتمد على الرجاء فقط، يرجو رحمة الله لكن لا يعمل لها. فالدين وسط ولله الحمد بين هذا وهذا، بين الغالي والجاهل، بين المفرط والمفرط، الاعتدال والوسطية، هذا دين الإسلام الصالح لكل زمان ومكان ولله الحمد إلى أن تقوم الساعة. ليس فيه آثار ولا أغلال كما كان على الأمم السابقة، وليس فيه تساهل وتضييع. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام وذريته أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله وطمعا فيما عند الله، ورهبا من عقابه، رغبا في ثوابه ورهبا من عقابه. فهم بين الخوف والرجاء، فالمؤمن يكون متوسطا بين الخوف والرجاء، فلا يخاف حتى ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كما أنه لا يأمن من غضب الله، ولا يأمن من الانحراف والانتكاس، ويسأل ربه الثبات على الدين وعلى الحق. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمسلم ودين الإسلام هكذا وسط بين الخوف والرجاء، فلا يذهب مع الخوف حتى ينحى منحى الخوارج،
ولا يذهب مع الرجاء حتى ينحى منحى المرجئة، وإنما يكون متوسطا. هكذا دين الاعتدال ودين الوسط. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للدين الوسط والاعتدال، وأن يعفو عنا وعنكم تقصيرنا وإساءتنا. الله جل وعلا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه. استقيموا إليه على طاعته، واستغفروه مما يحصل من الخلل والنقص، فإن الإنسان عرضة للنقص والخطأ. جعل الله الاستغفار ملاذا للمسلم، استغفر الله ويتوب إليه، استقيموا إليه واستغفروه. وقال في آية أخرى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو الغلو والتشدد، استقامة بلا غلو. فاستقم كما أمرت، يعني كما شرع الله لك، ومن تاب معك يعني أسلم معك من الناس واتبعك، ولا تطغوا، لا تزيدوا وتغلوا في الاستقامة. فالله ذكر في موضع النهي عن الطغيان، وفي موضع استقيموا إليه واستغفروه، فتجمع بين هذا وهذا. هذا هو طريق الوسط والاعتدال. وأترك المجال الآن للإجابة على الأسئلة، وإنما أردت بهذه المقدمة اليسيرة بيان المنهج، منهج الاعتدال والوسطية. وإلا فشرحه يقول، ولكن يكفينا من ذلك الكلام اليسير، والكلام الكثير موجود ولله الحمد في المصادر من القرآن والسنة وكلام أهل العلم الراسخين في العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء. الأسئلة التي وردت إلينا كثيرة جدا، لكن نعرف منها على فضيلة الشيخ ما يتيسر ويتيح الوقت ذلك. يقول السائل: وكثير من الإخوان قدروا الأسئلة بقولهم إنا نحبك في الله. يقول السائل: معالي الشيخ وفقك الله، إننا نحبك في الله، بيني وبين الله عز وجل أمور ما زال يحصرها علي في هذه الدنيا، وأريد الفكاك منها، ولكني أجاهد نفسي وما زلت، كيف الخلاص من هذه الذنوب التي لا يعلمها إلا الله؟ الرجاء عدم تجاهل هذه الرسالة، وجزاكم الله خيرا. أولا نقول: أحببكم الله كما أحببتموني فيه. ثانيا: كل ما خطأ، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء، خير الخطائين التوابون. فأنت تب إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله فتح باب التوبة، تب إلى الله توبة صحيحة وأبشر بالخير، فإن الله يتوب على من تاب. حتى الكافر والمشرك إذا تاب تاب الله عليه، فكيف بالمؤمن المذنب؟ قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. نعم.
يقول السائل: ما حكم المداومة على صيام يوم الجمعة مع صيام الاثنين والخميس؟ الجمعة لا يصام مفردا، بل صح النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا، لأنه يوم جمعة صلاة اجتماع، يكون المسلم مفطرا في هذا اليوم، إلا إذا كان يصومه مع غيره يكون تابعا فلا بأس. أما أن يصومه مفردا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفطار يوم الجمعة. نعم. يقول: أنا شخص لا أستطيع القراءة وآتي مبكرا للمسجد، ماذا علي لو اشتغلت بأداء صلاة النفل إلى حين الإقامة؟ طيب، إذا جئت المسجد تنتظر الصلاة، فإن شئت أن تصلي نوافل إلى أن تقام الصلاة فهذا خير، وإن شئت أن تؤدي تحية المسجد ثم تجلس تذكر الله وتدعو أو تقرأ القرآن الكريم فهذا خير أيضا. نعم. يقول: أنا كبير في السن ولي ولد ضاع لي وبقية الأبناء لا يحكموني، ما حكم عطيته دون سواه من الأبناء؟ لا يجوز تخصيص الولد العطية دون إخوانه ولو كان ضارا، بره بك هذا واجب عليه، هذا واجب عليه وحق لك عليه، فلا تعطيه شيئا دون إخوانه، وهو يكفيه ما عند الله سبحانه وتعالى من ثواب البر والإحسان إلى والديه. نعم. يقول: نحن على أبواب الإجازة الصيفية، فما توجيهكم لنا في استغلال الأوقات بما يعود بالفائدة والنفع، وما توجيهكم لأولياء الأمور تجاه أبنائنا؟ لا شك أن العطلة الصيفية أنها مجال لمن يريد الخير ومجال لمن يريد الشر، فعليكم إنشغالها بالخير، طلب العلم، بالمطالعة في الكتب المفيدة، وعمل الخير لدينكم ودنياكم، واحذروا أن تشغلوها باللهو واللعب وضياع الوقت، لأن أهل الشر يعدون برامج لهذه العطلة، أهل الشر يعدون لهذه العطلة برامج للإفساد والتغفيل والتجهيل، فعليكم بالحذر من هؤلاء وبرامجهم، واشغلوا عطلتكم بما فيه فائدة لكم في دينكم ودنياكم، استذكروا دروسكم، تقووا للمستقبل من علم النافع. أما من غفل ولها فإنه ينسخ العلوم التي تعلمها طول السنة، ينسحها ويغفل عنها فتضيع. أما الذي يواصل طلب العلم فإن العلم يزداد وينمو بطلب العلم والمداومة على ذلك. نعم. هذا عن طريق الانترنت. يقول: فضيلة الشيخ، أنا مشكلتي عندما يقرأ علي القرآن تبرد أصابع يدي وقدمي لدرجة التجمع، وإذا توقف عن القراءة علي ذهبت البرودة وأحيانا يسخن جسمي فجأة. ربما أن يكون عند شيء من المرض النفسي، فعليك بتلاوة القرآن والاستماع له والاستعاذة من الشيطان الرجيم، وسيزول عنك هذا إن شاء الله. نعم. يقول سائل: يا شيخ جزاك الله خير الجزاء، أنا لدي والد قبيح الكلام حتى لدرجة أنه كان يحب لحيتي، عليك بالصبر، الصبر مطلوب على ما عامة الناس، وكيف بوالدك؟
عليك بالصبر والاحتساب والكلام الطيب معه، ولو أساء الكلام معه أنت أحسن الكلام معه وتلطف به ولا تغضبه فيتكلم عليك بكلام من جنس ما ذكرت. نعم. ويقول أنا شاب مستقيم ونفس السائل وعمري 17 سنة وأحيانا أترك صلاة الفجر لما أحس بنفسي من الجهد والتعب. هذا ليس استقامة، الذي يتأخر عن صلاة الفجر هذا نقص في الاستقامة. المستقيم هو الذي يحافظ على الصلوات مع الجماعة، صلاة الفجر بالذات ينبغي يجب الحرص على حضورها وتعويد النفس على الاستيقاظ قبل دخول وقت الفجر. لو استيقظ قبل دخول وقت الفجر وصليت من آخر الليل استغفرت الله تكون مع المستغفرين بالأسحار ثم تتقوى لذلك على صلاة الفجر. والشيء بالاعتياد، إذا عودت نفسك اعتادت، وعليك أن لا تكثر من السهر، نم مبكرا حتى تقوم نشيطا في صلاة الفجر. أما إذا أخرت النوم ربما أن يثقل عليك الاستيقاظ في صلاة الفجر، وتجنب السبب الذي يجعلك تتأخر عن صلاة الفجر. نعم. يقول السائل ما حكم احتقار بعض طلبة العلم لبعض؟ نعم. يقول ما حكم احتقار بعض طلبة العلم لبعضهم؟ العلم ينهى عن ذلك، العلم الصحيح ينهى عن احتقار المسلمين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا. قد قال الله جل وعلا ويل لكل همزة لمزة، ولا يلمز ولا تنابزوا بالألقاب، ولا تنابزوا بالألقاب التي يكرهها الإنسان أن تلقبه بلقب يكرهه من باب السخرية والتنقص. عليك بالكلام الطيب والكلام الذي يسر النفوس مع إخوانك، واترك السخرية بالناس وتنقص الناس وتعيير الناس، فإن هذا فيه إثم عظيم. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ذلك الإثم الفسوق بعد الإيمان، سماه الله فسوقا، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من السخرية للناس ولمز الناس وتعييرهم بالألقاب فإنه ظالم. نعم. يقول ما حكم الذهاب مع جماعات التبليغ والسفر 40 يوما؟ ذكرنا في المقدمة أن الواجب على المسلم أن يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا كان يريد النجاة. أما ما خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك ترتده تتركه لأنه محدث ومبتدع. فمن كان يسير على منهج الرسول وأصحابه فسير معه، ومن كان يبتكر منهجا مبتدعا مخالفا لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنك تتجنبه من جماعة التبليغ وغيره. المنهج واضح،
منهجنا واحد لا انقسام فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبيله. كلنا جانا جماعة جهدنا معه وتركنا المنهج السليم، هذا أمر لا يجوز. يقول السائل: هل من طبق أعمال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا في جميع أقواله وأعماله في عصرنا اليوم، طبق الناس عمل الرسول كله فصار غريبا واستنكره الناس وقالوا هذا متشدد، فهل هذا يعد تشدد وعملا لا يوافق رأي الناس؟ هل خارج عن الوسطية على حساب رغبات الناس؟ انت لا تنظر الى الناس مدحوك او ذموك، ان تنظر الى ما انت عليه هل هو حق او باطل، فان كان ما انت عليه حق فالزمه ولو ذمك الناس، لا يضره من قلله ولا من خالفه. اما اذا كان ما انت ما عليه باطل فعليك الرجوع عنه ولو مدحك الناس، إذا صرت على الباطل فاتركه ولو مدحك الناس، المدار على ما أنت عليه. إذا كان حقا فأحمد الله أصير عليه ولو ذمك الناس ونقصوه، أنت على أجر. فنقص الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا معلم يعلمه غيره وليس ما عنده وحي من الله سبحانه وتعالى، قالوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا تلتفت الى مدح الناس ولا الى ذمهم، ولكن ينظر الى ما انت عليه. نعم. يقول السائل: يكثر الان كلام بعض الناس يقولون عليكم في المشايخ الذين عايشوا الواقع هذا، وعليكم بهم لانهم اعرف في الواقع وفقه من كبار علمائنا، هل هذه المقوله صحيحه؟ كيف كان كبار علماء وهم يعرفون الواقع؟ لا يكون من كبار العلماء الا من يعرف الواقع وينزل الحوادث على الأدلة ويعرف حكمها، هذا الذي يكون من كبار العلماء. أما الذي لا يعرف الواقع فهو ليس من كبار العلماء. هذه تناقض، هذا الكلام فيه تناقض. لا يكون من كبار العلماء إلا من عرف الكتاب والسنة وعرف الواقع وطبق الواقع على الأدلة وعرف حكمها، هذا هو الذي يكون من أهل العلم ومن كبار العلماء. أما الذي لا يعرف إلا الواقع فقط ولا يعرف الكتاب والسنة فهذا ليس عنده علم. كثير من الناس يعرفون اللي يجري في العالم من الحروب ويعرفون ما يخبر من الناس وما، لكن ما يعرفون حكمها في الشرع، ما يعرفون حكمها، عندهم اطلاع على ما يجري لكن ليس عندهم معرفة بالعلوم الشرعية. فهذا لا يلتفت إلى كلامه، لو كان عنده علم ما قال هذه المقالة، ما قال هذه المقالة إلا لأنه لا يعرف قدر العلماء، وإنما عنده أن العلماء هم الذين يطلعون على ما يجري في الناس من الحروب ومن السياسات ومن ويتركون طلب العلم ويتركون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم. يقول السائل: كيف ينظر معاليكم وبما تنصحون الشباب المتحمس بغير علم والذين غرر بهم واصبحوا ضحيه للفتن وضرر انفسهم والاخرين؟ الله سبحانه وتعالى قال: فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال سبحانه: عسى ان تحبوا شيئا
وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما جرى من دول المغرر بهم هذا فيه موحدة، فيه موحدة لشباب المسلمين ولأولياء أمورهم، لأن شباب المسلمين لا يغترون بهذه الأفكار، بهذه الأفكار الغريبة، يتركون أهل العلم ولا يسألون أهل العلم ولا يجلسون في الدروس، حتى ما يصلون في المساجد، الذين ابتلوا بهذه الأفكار انعزلوا عن الجمعة والجماعة وصاروا مختفين مندسين في مواضع خفية، لأن الشيطان عزلهم عن مجتمع المسلمين حتى انصبعوا لهذه الأفكار وأطاعوا لشياطين الجن والإنس حتى حصل منهم ما حصل. فهذا فيه عبرة لنا وعبرة لولاة أمور الشباب في أنهم يوجهون أولادهم ويحافظون عليهم ويتابعونهم ولا يهملوهم ويتركوهم يذهبون إلى ما شاءوا ويختلطون بمن شاءوا، بل عليهم أن يراعوهم وأن يتابعوهم وأن يضبطوهم لئلا تتكرر هذه المأساة الفظيعة. هذا لا شك أنه نتيجة إهمال، نتيجة إهمال من الآباء مع أولادهم، ونتيجة انخداع الشباب بدعاة الضلال وزهدهم في العلماء وزهدهم في الناقشين. فمن كان في قلبه حياة فإنه يتعظ بهذه الأحداث، والمؤمن لا ينذر من جحر مرة فيها. نعم.